وفي موسم الحج يتبادر إلى الأذهان أين تذهب حصى الجمرات بعد أن ينتهي حجاج بيت الله الحرام من رميها أثناء أداء نسك الرمي بمشعر منى. نعم بسام، فما أن ينتهي الحج أو الحجاج من مناسك رمي الجمرات تبدأ عملية وآلية التعامل مع الحصوات منذ أول أيام الرمي وحتى انتهاء موسم الحج، فلنتابع. اليوم نتكلم عن نظام التخلص من الحصى، حصى الرمي في مشهة الجمرات. مشهة الجمرات عبارة عن جسر أرضي وأربع جسور، ويكون فيها الشاخص عبارة عن أقماع مقلوبة بحيث أي حاجة يرمي أي حصى للجمرة تصل الحصى من أي جسر من جسور الجمرات إلى الشاخص الشرعي وهو في البدروم على عمق تقريبا 15 متر. يتم رفعها من أسفل الشاخص عبر نظام آلي وهو عبارة عن سيور كهربائية يتم التحكم بها آليا إلى حاملات للتخزين، وتخزن داخل مشهة الجمرات إلى انتهاء موسم الحج. ثم بعد موسم الحج يتم تنظيفها والتعامل معها.